خلينا نروح لمداخله مهمه جدا 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 مع معلق شهير ومتالق دائما وهو الكابتن علي سعيد الكعبي. يا كابتن علي مساء الفل عليك. مساء الخير استاذ امين، انت والمشاهدين الكرام لقناه النادي الاهلي. طبعا بنرحب بيك. الكرام في جمهوريه مصر العربيه. بنرحب بيك على شاشة قناة نادي الأهلي، وأكيد أنت كان ليك تعليقات بعد فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري وكمان الفوز على نادي الزمالك. كيف رأيت تحقيق النادي الأهلي لهذا اللقب الأصعب على مدار تاريخه بالتحديد في بطولات الدوري العام؟ هو طبعا أنا أعتقد أنه يعني أصبح المشهد المأساة يعني باستمرار احنا سنويا نشاهد تتويج النادي الاهلي، يعني ربما يعني من الظواهر الطبيعيه، لانه في ظواهر غير طبيعيه وفي ظواهر طبيعيه. الظاهره الطبيعيه هي تتويج النادي الاهلي. يمكن حضرتك بتقول انه اصعب دوري بالظبط، وهي حقيقه. يمكن في كثير من بدايه الموسم تحديدا كان النادي الاهلي متاخر كثير بفارق النقاط عن منافسه الدائم وغريمه المستمر فريق الزمالك طبعا. ولكن انا دائما اقول انه النادي الاهلي يتميز بالنفس الطويل في كره القدم المصريه، وهذه ظاهره يعني لا توجد عند كثير من الانديه. ظاهره النفس الطويل، ان تعود من الخلف، ان تاتي للامام وان تتقدم منافسه المباشر بفارق كبير من النقاط. انا اعتقد بعد الفوز في القمه بالامس، انا اعتقد انه فارق النقاط اصبح تقريبا 8 نقاط بالضبط، فرق 8 نقاط فعلا حاجه من النقاط مقارنه بالبدايه المتحسره للفريق المالكي. هل كان عند حضرتك شك ان ممكن النادي الاهلي يعود في المنافسه بعد البدايه اللي كانت متعثره نوعا ما بسبب ظروف مختلفه مر بها النادي الاهلي هذا الموسم؟ زي ما قلت لك يا استاذ امين، انا اعتقد ان النادي الاهلي عنده ميزه غير موجوده في كل الانديه، حتى الانديه العربيه وحتى الانديه الافريقيه، وهي القدره على العوده البعيد. يعني النادي الاهلي مهما كان بداياته متعثره، ولكن عنده القدره على العوده. هذه الظاهره اللي احنا شفناها في النادي الاهلي. انا فقط عندي ربما كابتن علي معك. سادس نادي على مستوى العالم في مساله الفوز بالالقاب في القاب الدوري في كل قارات العالم. يتقدم الجميع نادي جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ب 54 بطوله دوري، ثم نادي لينفيلد الايرلندي الشمالي 53 بطوله دوري، ثم نادي بينارول الفريق الشهير من الاورجواي ب 50 بطوله دوري، وبعد ذلك ياتي نادي اولمبياكوس الفريق اليوناني الكبير ب 44 بطوله دوري، وفي المركز الخامس اولمبيا من الاورجواي لدي 43 بطولة دوري، ثم النادي الأهلي المصري ب 41 بطولة دوري. وهذا يعني تفهمين أن النادي الأهلي هو أفضل الأندية على مستوى أفريقيا وعلى مستوى آسيا وعلى مستوى الوطن العربي بما يتعلق بالفوز ببطولة الدوري في بلاده. هذه الأرقام تعطينا انطباع واضح وهي أن النادي الأهلي وبطولة الدوري أصبحوا يعني توأم، يعني لا يفترق إطلاقا الا في مناسبات قليله جدا في ذاكره كره القدم. بالظبط. طيب الرساله اللي حضرتك حابب توجهها لجمهور النادي الاهلي بخلاف التويته طبعا اللي حضرتك باركت فيها للجماهير الاهلاويه، حابب تقول لهم ايه في هذه اللحظات؟ اقول لهم مبروك طبعا، من فوز الى فوز. النادي الاهلي دائما في الطليعه، والنادي الاهلي طبعا هو نادي القرن في افريقيا ونادي القرن لا شك في ذلك، والنادي الاهلي تاريخ عظيم جدا، والنادي الاهلي قدم اساطير في تاريخ كره القدم المصريه، والنادي الاهلي دائما يقدم دروس في كره القدم. يعني اذا قلنا عن بدايته في هذا الموسم بدايه متعثره، فالبدايات المتعثره ربما تكون مؤثره على كثير من الانديه ولكنها ليست على فريق النادي الاهلي. من شاهد بدايه النادي الاهلي في هذا الموسم ربما يعني اكثر المتفائلين ربما كان يقول في قراره نفسه ان النادي الاهلي ربما يكون ثاني الدوري او ثالث الدوري، ولكن ان تنهي بطوله الدوري وانت بطل لبطوله الدوري للمره رقم 41، هذا يوضح في حقيقه الامر من هو النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي
وتاريخ وعراقة النادي الأهلي المصري الجديد. طيب من وجهة نظر حضرتك أخيرا كمعلق رياضي شهير ومعروف كبير جدا بنستمتع بيك دائما، مين نجم النادي الأهلي من اللاعبين هذا الموسم؟ طبعا كل اللاعبين أدوا بشكل كبير جدا وكانوا متألقين، لكن الأكثر تأثيرا من خلال متابعتك من لاعبي النادي الأهلي. والله هو كل فريق النادي الاهلي ميزه النادي الاهلي، طبعا عاده اعتقد الايام اللي كان فيها النادي الاهلي ربما يعني يكون كابتن محمود الخطيب اعطيه العافيه طبعا رئيس النادي الاهلي ايضا نبارك له مره ثانيه، ولكن انا اتحدث الان النادي الاهلي يتميز بالجماعيه اكثر من كونها المهارات الفرديه للاعب معين، وهذه نقطه قوه النادي الاهلي. صح صح. انا بالامس كنت اتفرج على المباراه مع مجموعه من الاصدقاء واقول لهم ميزه النادي الاهلي انه من الصعوبه ان يخسر النادي الاهلي، من الصعوبه جدا ان يخسر النادي الاهلي، والنادي الاهلي يلعب بنظام واضح، يعني مهما تغيرت الاسماء المدربين، يعني مهما تغيرت نوعيه المدربين الموجودين سواء كانوا مدربين مصريين عرب او مدربين اجانب، انت تشعر بان هناك في اداء النادي الاهلي في ثبات في الاداء، في التزام، في انضباط، ولذلك انا اعتقد ان ربما انا سعيد للامانه لحسين الشحات، حسين الشحات كان عنده تجربه غنيه جدا وتجربه لا تنسى في دوله الامارات مع نادي العين وقدم مستوى جميل مع فريق النادي الاهلي، سجل هدفين كما نذكر في مباراه المقاولون العربي اللي هي مباراه التتويج في بطوله الدوري، ولذلك انا سعيد لما قدم حسين الشحات مع النادي الاهلي في اول موسم. تمام كابتن علي سعيد الكعبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا مع نجم ومعلق اماراتي شهير جدا ومعروف واكيد المصريين بيحبوه بشكل كبير جدا الكابتن علي سعيد الكعبي، نشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله.